السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض الأمثلة على عملات النصب عشان نعرف إزاي نفرق بينهم. هنا مثلا السلام عليكم، لدي اقتراح حام أقدم نناقشه معكم. طيب إيه اللي عرفني إن هو نصب؟ بص هنا، هو مش بعت الإيميل ليك تو، مفيش، هو بعت لخمسمية واحد، ممكن يكون بعت او ام اي ار دوت اس اي ال ام اس او ال ام اس في ال ام، أي حروف خلاص بيبعت لملايين الناس. في برامج متخصصة في الاسبام بتبعت لناس كتيرة جدا. تمام، هنا مثلا ايميل اهوت، انا اسمي عيشة غدافي، وفي الاخر ما عندها فلوس، هو بص كام مليون. هي هما بيلعبوا على فكرة ايه؟ فكرة الطمع. تمام، فلوس او جنس، ممكن كذا. في ملايين كتيرة بتجيلي انها ضابط في الجيش الامريكي، ما اعرفش يعني هفرح ليه لما هبقى ضابط في الجيش الامريكي. عندي فلوس ومديني بس حساب البنك، احول لك الفلوس ونقسم الفلوس بالنص. فده تعرف على طول ان هو نصب. انا عايز ابقى شريك ليك، طب انا ايه اللي انا عملته عشان ابقى شريك ليك؟ عايز على الاستثمار، وكله طبعا هتلاقي ان هو مش بيبعت ليك انت بس، هو مش بيبعت ايميل واحد واحد، ده بيبعت لملايين الناس ويدور على حد يكون عنده طمع او حاجه زي كده. هنا ايميل بيقول لك ان انا فزت، طبعا انا دخلت لا في مسابقه ولا مش مسابقه. وبص الايميل عجيب، يعني مش تبع الشركه ولا حاجه، ده دومين وبعد شويه بيتضرب ويختفي وهكذا. هو بعت راندم، راندم يعني عشوائي لالاف الناس. هنا بيقول لك ان الفلوس وصلت والامانه موجوده، واول ما بتدخل بيقول لك ان الحاجه دي ب 200 دولار. بعد كده بيقول لك ايه، معلش محتاجين دولار واحد، فدولار واحد واخد حاجه ب 200 دولار. الطمع بقى، فتلاقيك وافقت، فتلاقي ايه، سرق منك الفيزا، بيدخلك على موقع كده شكل باي بال ويسرق منك الفلوس. هنا بيقول لك ان الفيفا، طبعا الفيفا عامله ايميل على الجيميل باسم بيتر سونت بوت 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 والحاجات دي، وزي ما اتفقنا هتلاقي تو مش موجود، ويلا ابعت بس المعلومات بتاعتك عشان احنا عملنا سحب من 500 ايميل او 500 مليون ايميل وانت اللي كسبت. كل دي اشتغالات ياهو اوارد. تمام، انت مبروك، انت كسبت ملايين ومحقق تطالب بالفلوس ديت وي 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 والحاجات دي كلها. فخلي بالك، تمام، زي ما انت شايف ده مش ايميل تبع ياهو خالص يعني. تمام، اي حد ممكن يدخل على موقع ياهو ويعمل ايميل باي معنى، وتو انت مش موجود، فمعنى كده ان هو بيبعت لالاف الملايين من الناس. تمام، طبعا ده ديليت فور ايفر، بتساعد المحرك البحث ان هو يعرف ان الحاجة دي تزوير. طيب هنا واحد عامل نفسه دكتور، تمام، واخد دكتوراه. طبعا اول ما تدخل بتلاقي ان هو بنك كذا واستثمار كذا والحاجات دي كلها، عايز منك شوية معلومات، ومن خلال المعلومات دي بيكمل بقى معاك ما دمت في شوية سذاجة، بحيث ان هو يسرق منك الفلوس. انا قابلت ناس يعني دكاترة في جامعة، وناس يعني مناصب علمية وشهادات علمية، وبيبقى مصدق الحاجات ديت. ليه؟ بيبقوا برضه لاعبين لعبة كده فيها شوية حرفنة. تمام، ف يعني بكل بساطة شفت تعرف ازاي ان الايميل ده مزور، فتقدر ان انت تدليت يعني ما تشغلش بالك بيه يعني.